وإحنا في جزء عامة ونتبحر في معاني جزء عامة وجماليات جزء عامة مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. وكنا الحلقة يعني الماضية اتكلمنا في ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، سورة الفيل. وفضيلة الشيخ قال معنى جميل قوي، وهو إنه سبحانه وتعالى ممكن يعني يسير الكون علشان يقف جنب حد محتاج ربنا في اللحظة دي، في حاجة جلل ممكن تحصل، فربنا سبحانه وتعالى ممكن أن يغير نواميس الكون علشان أنت يعني يخرجك من الضيق أو من الكرب أو من هذا الشيء الصعب اللي في حياتك ويحلها لك. الكلام ده فعلا يا فضيلة الشيخ؟ استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة بالرحيم الرحمن، وحمدا للواحد الديان، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك ومثوى السادة المشاهدين الكرام، قولي آمين. آمين يا رب. لو تأملت في القرآن الكريم، وبما أننا بقينا ناس عالية وننظر في القرآن بعين التأمل، تجدين أن الله سبحانه وتعالى يرتب شروطا لقبول الطاعة، أليس كذلك؟ لابد من شروط لقبول أي طاعة من الطاعات إلا الدعاء، فالله يقبله من العاصي قبل الطائع، ومن الفاجر قبل البر، ومن الكافر قبل المؤمن. إن شئت الدليل فهي آيات العموم في قولين اثنين من مواضيع القرآن. الأولى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتأملي، وقال ربكم رب المؤمن والكافر، رب العاصي والطائع، رب الجميع. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني وهو الأعجب: أمن يجيب المضطر إذا دعا. أيا كان هذا هو المضطر، أيا كان هذا المضطر. الأمر الثاني، تفضلت في البداية وقلت بسؤال استنكاري استفهامي عن تغيير الله لنواميس الكون من أجل عبد أو من أجل شخص. ممكن ده يا فضيلة الشيخ؟ هذا واقع في القرآن وحدث في القرآن. هل كان العقل يجوز أن سماء تنفتح بالماء من كل حدب وصوب، وكذا الأرض لتهلك جميع من عليها إلا 80 رجلا أو 80 رجلا من أجل نبي؟ ماذا فعل النبي؟ غاية ما فعل أنه قال: رب إني مغلوب فانتصر. سيدنا نوح عليه السلام لم يكن يدور بخلده أن الله يغرق الكون كله من أجله، أليس كذلك؟ بلى. ويا نار كوني بردا وسلاما. هذا أمر. على إبراهيم. الأمر الثاني: من خصائص النار الإحراق، والنار لا تفرق بين عبد وعبد، ولكن يوضع فيها خليل الرحمن، فيأتيها النداء ممن؟ من العلي القدير. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يشعلونها بالحطب وهو جالس يأكل الثمر، حتى قالت بعض الروايات، وإن كان فيها كلام، أن أمه كانت تتلوى عليه من شدة الألم، فدعا الله فمهد الله لها الطريق، فدخلت فاحتضنته ثم عادت خارج النار. من الذي فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. تأملي في هذا. تأملي بعد ذلك في عائشة رضوان الله عليها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهر، الزكية بنت الزكي، التي لم يكن يدور بخلدها أن ينزل في شأنها قرآنا، وكانت تقول بلسانها: وإني لأعلم أني أحقر شأنا من أن ينزل فيها القرآن. مين أنا عشان ينزل فيها القرآن؟
تخيلي، فبعد غياب للوحي أيام وليالي، وبعدما خاض الخائضون، وبعدما تحدث المتحدثون، ينزل الله سبحانه وتعالى بآيات بينات توضح الحقيقة إلى يوم الدين. ابتدأها بقوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. فهل كان يدور بخلد عائشة أن الله ينزل فيها قرآنا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عائد من الطائف، بعدما خيب أهل الطائف رجاءه، وبعدما خذلوه، وبعدما ألقوه بالحجارة حتى سال الدم من قدميه الشريفين، يجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم متأسفا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، ومع هذا يأتيه قوم يؤمنون. لم يكن يدور بخلد الحبيب أن هؤلاء يؤمنون. من هؤلاء يا رب؟ اسمع إلى حديث القرآن حينما قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. أراد الحبيب هداية البشر من الإنس، ولم يكن مقدرا لهؤلاء الإيمان، ولكن مقدر لتلك الطائفة من الجن أن تستمع القرآن فتؤمن به. وليس هذا في حصر، بل تتحول من مجرد مسلمين إلى داعين لأقوامهم ليؤمنوا بسيد البشر. إذا الله سبحانه وتعالى، ممكن حد يقول لك يا عم مش جاب لجاب، إيش جاب إيه؟ إيش جابنا للأنبياء؟ أنت بتجيب صفوة البشرية. ألم يقل ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ نحن نتبع سنته، نتبعه ونقتدي به، ونؤمن أن الله يفعل بنا ما فعله بنبينا إكراما لحضرة نبينا صلى الله عليه وسلم.